ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو، تنسوش لايك واشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ازيكم يا اجمل فانز، وحشتوني. فيديو اليوم معانا معلومات واخبار جديدة من افلام محمود الجمل. هنعرف فيه حقيقة أمنية قوة والزومبي، وكمان هنعرف حقيقة ظهور ندى مراد برنس مصر عند آية أحلى والأميرة فيروز، وأخيرا عيد ميلاد ندى جلجل وكمان قناة الحاجة هند. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش اللايك وشوفوا للنهاية لو بتحبوا عائلة الجمل. يلا بينا نبدأ. وقبل ما نبدأ عتاب صغير لكل الفانز، فانز كتير ما بيشوفوش الفيديو للآخر وبيسألوا في الكومنتات على معلومات قلناها فعلا في الفيديو، فبنتمنى فانز برنس مصر يشوف الفيديو الأول وبعدين يرد في الكومنتات ويحل سؤال الفانز. ويلا بينا على الفيديو يا أجمل فانز. وهنبدأ بآية أحلى، والحقيقة آية أحلى نزلت فيديو وظهرت فيه ندى زوجة برنس مصر بشكل واضح قدام الكاميرا. ندى الكاميرا جت عليها وما تحركتش من مكانها، وخلاص ندى مش هتستخبى من الكاميرا تاني لأنها هتظهر قريب جدا إن شاء الله، وكمان هنشوفها كتير في فلوجات العيلة. وظهر عند آية أحلى الأسطورة كان بيلعب كورة في حمام السباحة مع برنس مصر وأمنية قوة. اللي شاف فيديو امبارح في القناة احنا قلنا إن الأسطورة كان بيلعب كورة في حمام السباحة مع برنس مصر وأمنية قوة، وقلنا إنه تحدي أو فيديو وهنشوفه قريب. وبعدها في نفس اليوم آية أحلى نزلت الفيديو، واللي شاف الفيديو للآخر بس هو اللي عرف المعلومة دي قبل ما تتعرض عند آية أحلى. ودلوقتي هنقول معلومات مهمة جدا عند الأميرة فيروز وسلمى. فيديو اليوم كان متصور يوم عيد ميلاد ندى جلجل وهو بيكون يوم الجمعة 29/7، وده اليوم اللي مستر احمد عمل فيه مفاجأة لندى جلجل انهم يروحوا ويصيفوا في الفندق يوم عيد ميلادها. ده اول يوم في الفندق للعيلة، والعيلة هتقعد فيه 3 ايام واحتفلوا بيها على السريع على حمام السباحة. قلنا لها هابي بيرثداي تو يو جلجل، وده المهم في الفلوج. ومستر احمد كان عمال يغني للسليبر بتاع الفندق وكان دمه خفيف جدا. ندى مراد برنس مصر ظهرت عند الأميرة فيروز في الأسانسير جنب ندى جلجل، لكن الكاميرا جت عليها وبعدت عنها بسرعة. ودلوقتي هنعرف برنس مصر نجح في دور البلطجي ولا لأ. والحقيقة شارك اليوم برنس مصر فيديو كان دوره فيه البلطجي، تفتكروا نجح في الدور ده ولا مستر أحمد ولا الأسطورة؟ دلوقتي هنعرف الفيديو اللي نزل عند الحاجة هند في قناتها الجديدة، وهو فيديو جولة في غرفتها في الفندق أول يوم، وازاي الحاجة هند كانت مبسوطة من الغرفة بتاعتها في الفندق، وده تاني فيديو ليها على القناة، واللي كان بيصورها هو الأسطورة محمود الجمل. ودلوقتي وأخيرا هنعرف حقيقة أمنية قوة وحكايتها مع الزومبي. ولو تفتكروا قلنا في فيديو ان العيلة ومستر احمد عاوزين يعملوا فيلم رعب، لكن مش عارفين رد فعل المتابعين والفانز هيكون ايه، ولان افلام الرعب بتكون للكبار فقط ومعظم جمهور العيلة اطفال، عشان كده بيشوفوا رأيهم ايه. وظهرت في الفيديو امنية قوة وكانت بتتفرج على فيلم رعب وفي زومبي، بعدها خافت جدا وقعدت تصوت وجت سلمى على صوتها وقالت لها ما تتفرجيش على افلام رعب تاني لانها للكبار بس. سلمى ودت امنيه على سريرها عشان تنام، وهنا جه الرعب كله. امنيه بعد ما نامت حلمت ان كل العيله والجيران تحولوا لزومبي، ايه احلى والاسطوره وكمان مستر احمد ومسمار. بس الغريب هنا ان امنيه القوه كانت بتتكلم باللغه العربيه الفصحى وبتقول ارجوك لا تاكلني، لا تجعلني طعاما لك، انا اسفه. بعدها قابلت سوكا وهي كمان اتحولت لزومبي، وقالت لها امنيه القوه ابتعدي عني ايها الزومبي، ابتعد عني ارجوك لا تقتلني، ارجوك لا تقضي عليا، اريد المساعده. بس امنيه غلطت وقالت انا ما عملتش ليك حاجه يا زومبي. وبعدها قابلت مكه وسندريلا غزل وكمان هما تحولوا لزومبي، وبرنس مصري كمان تحول لزومبي وقالت له ارجوك لا تاذيني. وفي اخر الفيلم كل العيله ظهرت زومبي، وأمنية حرفيا كانت مرعوبة جدا. وأخيرا أمنية صحيت من النوم ومن الكابوس الوحش ده، وكمان سلمى ما ظهرتش تاني غير في أول الفيلم.
وفي آخر الفيلم أمنية صحيت من النوم لقيت كل العيلة وسوكا عاديين جدا ومش زومبي، ودي تجربة جديدة في الأفلام في عيلة الجمل. وكده نكون وصلنا لآخر الفيديو، بس ما انتهيش. وسؤال الفانز الفيديو اليوم هو: ظهرت صورة الحاج صالح في الفيديو ظهرت في الدقيقة الكام؟ شوفوا الفيديو للآخر عشان تعرفوا تحلوا السؤال، وكملوا الفيديو معانا عشان هنعرض أسماء الفائزين في تحدي سؤال الفانز الفيديو اللي فات. وهنا وصلنا لنهاية الفيديو، ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. أشوفكم الفيديو الجاي، أحبكم جدا، مع السلامة.